هذا واجبي، أنا ما بعمل إلا اللي لازم أعمله. وأنا رح أعمل اللي لازم أعمله معك. أنا قررت إني أجوز بنتك حسنية يا عبدو. البنت كبرت ولازم تتجوز. مرتك راحت وما منعرف إذا رح ترجع ولا لا، عشان هيك أنت لازم ترتاح. هلا رح جوز حسنية وبعدين بدي جوز لطفي. بس يا خانو، المرأة ما بدها غير رجال يحميها ويستر عليها. العريس أنا بعرفه منيح، محمود ما في منه، أخلاقه كتير عالية، ربيان عنا وبمال كاناتنا. والنعم والله. رح أعطيه دكان من دكاكيننا اللي بالسوق، خليه يشتغل فيها، ورح أكتبها باسمه. مشان هيك خبر بنتك إنه عرسها الجمعة الجاية، وأنا رح أقول لأم محمود مشان تعمل حسابها، ورح خبر بدور مشان تهتم بالموضوع. يعني هيك بهالسرعة ما بدها تجهيز القصة؟ ما بدها تجهيز ولا شيء، ما هو رح ياخذها على الجاهز. وإذا بيته صغير أنا بعطيه بيت أكبر وأشرح وموجه برأس الحارة. أنت بس اتكل على الله. بيصير خير إن شاء الله. يلا بالإذن. أبو الزقل، أبو الزقل، السلام عليكم. تعال أبو الزقل، تعال. يا عم مين عامل فيك هيك ولا؟ لك مين معلم عليك ولك أبو الزقل؟ ليش عم تضحك ولا؟ كنت مفكر إني رح أطلع بجنازتك اليوم. خراس وسد حلقك، تضرب مثل القرد اللي آكل حصرهم. والله يا رجال، وانا والمعلم هنزي انزلنا فيهم ضرب وقتل وراع وضرب لحتى نهنهناهم نهنا. السلام عليكم. الله حيولك يا سيدي المعلم. عم بحكي لهم عن العركه اللي صارت. ايه شي منه كثير. المهم القبضاء يكون قلبه حاضر مشان ما حدا يغدره. يعني فينا نقول انه مبارح كان الدم عم ينفر نفر. الله حيه ابو الزقل. الله حيو معلم. هات شاي يا ابني. ليه معلم حمزه؟